اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره جديده، واكيد جولتنا في بلاط صاحبه الجلاله الاطلاله اليوميه لهذا اليوم. نعتذر عن الخطا الفني اللي حدث منذ قليل، واسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذ محمد الهواري كاتب الصحفي بجريده الاخبار، هيصحبنا في مجموعه وفي اطلالتنا الصباحيه. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير. اهلا بيك استاذ محمد. يعني طبعا كل سنه ومصر طيبه، بكره عيد الام، وطبعا هيبقى أمهات مصر كلهم بخير إن شاء الله. خلينا نبدأ بس من مفاجأة للرئيس، وهنكون بدايتنا من الجمهورية، وخبر بيقول الرئيس يفاجئ الدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ويدير معهم حوار. طبعا يعني أستاذ محمد، فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ده كان تم الإعلان عنه عن طريق النت، وكان الشباب تقدموا بيه وتم الاختيار على معايير محددة، وكانت بارقة أمل بصراحة. وكنا احنا أنا شخصيا كان عندي ليه حوار في همزة وصل عليه، وطالبنا حتى من المجالس المتخصصة ان هم يزودوا سن الشباب يبقى فوق الـ40 عشان إعادة التأهيل الإداري والفكري، دي محتاجينها مصر كلها. بس فكرة ان الرئيس نفسه يروح يدير حوار مع هؤلاء الشباب. هو الحقيقة طبعا انت عارف حضرتك البرنامج ده تقدم ليه عدة آلاف، تم في النهاية تصفيتهم إلى 500. ال 500 دول هم بيتم دلوقتي تدريبهم في الدورة اللي هي أنا مش عايزين نقول إن هم أحسن 500 عشان ما حدش يزعل. لا هي مش القضية الأحسن، هي قضية إن هي يعني في حاجات معينة كريتيريا معينة للاختيارات، بيتم الاختيار من خلالها. ان هو لازم يجيد لغه بشكل جيد جدا، ان هو يكون عنده الهيئه والشكل اللي هو ان هو للقياده، لان ده برنامج تاهيل الشباب للقياده. صحيح صحيح. فبيبقى عنده رؤيه، عنده يعني بيتم خلالها، وبعد كده انت بتديهم بقى حاجات جديده في مجالات متعدده، يعني بياخدوا حاجات اقتصاديه، حاجات سياسيه، حاجات اجتماعيه، حاجات ثقافية، بحيث يبقى الشاب مؤهل فعليا للقيادة. أنا الحقيقة يعني أنا طبعا كلام الرئيس إن هو إصراره على إنه اختيار قيادات من الشباب، هي الملاحظة الوحيدة اللي أنا شايفها إن هو الاختيارات اللي تمت قبل كده للأسف الشديد إن هم القيادات الأعلى ما بتديهمش الفرصة بشكل جيد ان هم يخرجوا اللي جواهم، او ان هم يطلعوا افكارهم او مبادراتهم. يعني انا احب ان أنا لو هدي قياده للشباب اديهم مسؤوليه كامله، يعني زي وزير زي محافظ يعني زي كده. استاذ محمد الاعذار اللي بتقال في هذه الامور ان يعني الشباب ما عندهمش الخبره. طب انت هياخدوا الخبره منين اذا ما بالظبط يعني هي الخبره طبعا يعني ما دخلوش المعترك بنفسه. يعني ما هو مع احترامي يعني انت بتلاقي مثلا وزير خارجية في أوروبا عمره 28 سنة، تلاقي 35 سنة يبقى كويس، ورؤساء في الثلاثينات. يعني ما يعني ما الخبرة دي أكيد هو الشباب دلوقتي في مصر بيأهل نفسه، لأن هو عارف إن سوق العمل دلوقتي مش مجرد شهادة، اللي ما كانش بيأهل نفسه مش هيلاقي فرصة عمل. صحيح. وبالتالي فالشباب المصري الشباب مؤهل، حتى مثلا على مستوى التكنولوجيا معلومات مثلا مصر يمكن اعلى نسبه في استخدام احنا نعتبر المعلومات. يعني حسب اخر الاحصاءات احنا تاني او تالت دوله في شباب تكنولوجيا المعلومات بعد الهند وربما بعد امريكا. فانت عندك شباب فعلا عنده الاستعداد وعنده المبادره وعنده ان هو عايز، بس هو مش لاقي فرص، مش لاقي تشغيل. يديله بقى الفرصه هيبدع. الشباب المصري قادر على الابداع. صحيح. الشباب اللي هو قام بثورتين ده برضه هو نفس الشباب اللي يقدر يعمل حاجه يعني جيده جدا لمصر في الفتره القادمه. تمام. طبعا احنا برضه مش عايزين نتكلم على فكره يعني حتى ما نستعجلش الامور ونقول ان احنا عايزين نبقى زي اوروبا، عايزين شباب 28 سنه ولا 35 سنه. يعني حتى بدل ما نلاقي وزير او نلاقي اعضاء نواب او عندهم سبعينات وستينات، ما نحاول ننزل شويه بالسن، خمسينات اربعينات، هو ده الفتره ما زال ده شباب. يعني انت عندك حضرتك في مجلس النواب نسبه عاليه جدا من الشباب اقل من 35 سنه، انت عندك حوالي تقريبا 80 او 90 شاب اعضاء في مجلس النواب.
اعمارهم اقل من 35 سنه. فمبالغ في برضو على حتى المستوى المراه في عدد كبير من الشباب صحيح. اللي موجودين اعضاء في المجلس. يعني قصدي ان احنا في فرصه ان احنا ندفع بالشباب المصري للمقدمة. بس استاذ محمد فكره المعترك السياسي كان مقفول لفترات طويله على ناس معينه وسن معين. الشباب اللي احنا بنتكلم عليه من 25 ل 35 ل 45 سنه فعلا خبرته السياسيه قليله جدا، واحنا للاسف كمان المعترك السياسي في مصر متوقف بقاله فتره، فمفيش البوتقه اللي تطلع الناس. نفس الكلام في الوزارات، نفس الكلام في الاستعدادات. لا بالنسبه على المستوى السياسي اعتقد ده قصور شديد جدا من الاحزاب. طبعا احنا عندنا احزاب ضعيفه، احزاب ما بتديش فرصه للشباب ان هم يمارس العمل السياسي بشكل جيد، وبالتالي فانت لازم هو يخوض التجربه. فالشاب خاض تجربه الانتخابات ونجح فيها بشكل جيد. اعتقد ان هو يعني الاحزاب الكره في ملعبهم دلوقتي ان هم ينتشروا بقى ويبداوا ياهلوا شباب سياسيا، ياهلوا في المشاركه السياسيه، يعملوا دورات زي زمان. يعني ده ايام الاتحاد الاشتراكي كان عندنا، بتفكر حضرتك صحيح. يعني يعني انا ما حضرتش بصراحه بس فانت عندك فرصه جيده انك انت تؤهل الشباب، تؤهل الشباب بشكل جيد. الشباب المصري على فكره شباب جيد جدا وشباب خير وعنده فكر وعنده رؤيه وعنده صحيح. قدره على حتى الاحزاب الكبيره ذات الاسم والتاريخ بدات تشيخ وبدا للاسف انقسامات داخليه خاصه ما بين الشباب يعني والقيادات. ما هي يعني بيت زي فرق متنفرج داخل كل حزب للاسف الشديد. ما عندناش حزب قوي بالشكل المنظم. طب احنا لو تحدثنا عن المشروع اللي ومشروع زي ده، واحنا بنامل ان هو يعني، ودي رساله لسياده الرئيس ان ما يكونش مجرد المشروع ده وهم 500 واحد بس، لا احنا محتاجين المشاريع اللي زي كده بتتكرر باشكال مختلفه على المستوى الاداري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العلمي وغيره وغيره وغيره. اهميه المشاريع دي لمصر في رايك في الفتره اللي جايه؟ طبعا تطوير التنميه الشبابيه وتنميه البشر. التنميه البشريه دي اهم شيء. يعني انت ان الموظف يستمر في العمل من اول ما يشتغل لغايه ما يخرج معاش بدون اي دورات تدريبيه صحيح. دي عمليه يعني استاذن لي انا احد اصدقائي الاجانب بيقول لي عندهم في بلدهم الواحد يا اما بيدرس يا اما بيدرس بالظبط. إذا مهما كان بيشتغل يا إما بيدرس، حتى وهو بيشتغل بيدرس، بياخد تدورات، بياخد تدريبات، بياخد تجديد على حساب العمل، لأن أنت لما بتدرب العاملين عندك أنت أول واحد بتستفاد. أنا كرب عمل هو الحقيقة يعني يا إما بيدرس بقى في الجامعات أو بيدرس هو ده يمكن موجود في مستوى بعض التخصصات. يعني زي مثلا الطب، تلاقي الطب مثلا الدكتور. انا بكلم حضرتك ما بكلمكش على الطب وال لا انا بتكلم يعني احنا بنتكلم في مصر بس انا بقول لك بره العامل الموظف في كل التدريبيه وبياخد في اي حاجه عاديه حتى بيأهل نفسه. لازم لازم دورات تدريبيه، وده لازم كل جهه من جهات الدوله تعمل دورات تدريبيه مستمره للعماله. لازم تأهل العماله لان كل يوم حاجه جديده صحيح. التكنولوجيا بتتطور بسرعه كبيره جدا، فلما كناش احنا ندرب شبابنا اولادنا والعاملين في الدوله على استيعاب هذه التطورات اللي بتحصل في التكنولوجيا هنبقى متخلفين جدا صحيح، ومحتاجين اعاده ميكنه لكل اجهزه الدوله بشكل كبير بالتأكيد. طيب استاذ محمد يعني اسمح لي ان انا اروح للاخبار، وطبعا للاسف هيكون معانا خبر حزين جدا، يعني مصرع 19 معتمر واصابه 22 في انقلاب اتوبيس بالمدينه المنوره، الرئاسه تنعي الضحايا وسيسي يوجه برعايه المصابين. طبعا يعني خبر للاسف في يعني المصري اليوم كاتبه عنه نزيف الاسفلت يطارد المصريين في العمره. هو حادث يعني طبعا ده اكيد هو يعني حادث وقع بسبب خطا طبعا، لكن هو طبعا حادث محزن جدا للناس راحت تؤدي مناسك العمره وفي المدينه. يعني للاسف الشديد برضه في بعض الحاجات ان هو الاتوبيسات اللي هي بتنقل المعتمرين الاتوبيسات اللي بتنقل المعتمرين من المدينه لمكه او من مكه للمدينه بتمشي بسرعه كبيره جدا. يعني المفروض ان هو السلطات السعوديه تحط ضوابط لسرعه الاتوبيسات
من مكة المدينة أو العكس يعني، لأنه الطريق مفتوح فكله بيمشي بسرعة، فأي مفاجأة ممكن تعمل حادثة. هم طبعا طبعا بصراحه المرور عندهم مختلف عننا تماما واحسن من هم عندنا، احسن من عندنا كتير جدا، والطرق هايله، طرق هايله جدا. هم في اي اخبار عند حضرتك عن اسباب هذا الحادث لو تشاركنا بالمعلومات؟ لا، ما هو الاتوبيس اتقلب، اتقلب لاي سبب من الاسباب. اي صحيح. حاجه ممكن لو هو ماشي بسرعه لازم ممكن يحصل اي خطا بسيط، لو حتى حجر صغير ممكن يقلب الاتوبيس. قضاء ربنا يرحمهم طبعا، وهم ماتوا في 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 اماكن مقدسه. صحيح. يعني ربنا يكتبهم الشهداء ويرحمهم ويكتب لهم عمرتهم، ويعني ان شاء الله ويعني ويعفو طبعا عن المصابين، ونرجع يعني يرجعوا لبلادهم ويكملوا عمرتهم ويرجعوا لبلادهم سالمين. طيب هروح للاهرام، ومصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية يصرح باستشهاد 13 من رجال الشرطة، ضابطين وفرد شرطة وعشر مجندين مساء أمس إثر إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا الكائن بالطريق الدائري بدائرة قسم ثالث العريش. طبعا يعني الغدر والخسة ما زالت موجودة طبعا، لكن هي قضية استخدام الهاون دي حاجة جديدة علينا شوية، لازم يكون محترف. لأن الهاون له إحداثيات وله يعني ليه أسلوب معين. صحيح. تدريب جيش ده، تدريب ميليشيات وتدريب جيش، تدريب ميليشيات. وأعتقد إن هو ما زال في بعض الأنفاق من غزة ما زالت موجودة لم تكتشف بعد، بيدخل من خلالها عناصر من الجيش، من قوات القسام، هي اللي عندها القدره على استخدام الهاون، او ان هم يكونوا جنود مدربين في اماكن اخرى يعني. هم لانه استخدام الهاون ده مختلف عن صحيح استخدام صحيح السلاح العاديه، الاسلحه التقليديه العاديه، بقول لك ليه احداثيات. صحيح. يعني عشان يروح مكان معين محتاج مهاره، محتاج احداثيات عشان يوصل للمكان اللي هو بيستهدفه. لذلك حتى لان في بعد قبل كده في قذائف هاون وقعت قبل كده ما عملتش اضرار، لان هي الاحداثيات بتاعتها كانت غلط. لكن كون ان هو يجي على الكمين يبقى عنده الاحداثيات الصحيحه لتصويب الهدف، وبالتالي ده متخصص يعني. اكيد طبعا، وده هنتاكد منه. ومعانا اتصال هاتفي من اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع. سياده اللواء صباح الخير. صباح النور. يعني اكيد طبعا سمعت الاستاذ محمد الهواري اثار نقطه مهمه جدا، بيتكلم عن فكره ان استخدام الهاون محتاج شخص مدرب تدريب عسكري، فبرضه يعني لو تفيدنا في هذه النقاط. يعني هو الهاون عشان نبقى فاهمين دي عباره عن ماسوره صغيره ممكن يشيلها فرد وسهل اخفائها. وقاعده يعني اذا كان الهاون 3 بوصه ده سهل جدا انه يشيله ويخفيه ويستخدم مع قوات الخاص. نعم. اما موضوع الاحداثيات فالعمليه بقت سهله جدا، واحنا قلنا 100 مره ان لا، في جهات اجنبيه بتشتغل مع الناس ديت كويس قوي وعلى اعلى مستوى، وممكن يجيبوا الاحداثيات بقى له 9 دقائق ويملك له كامله. كمين قاعد الاحداث بتاعه تعمله. صحيح. تمام. اي حد بيشيله. تمام تمام. فكون الطلقه تطلع من دي احداث هو فيه واحداث لنقطه هو بيضرب فيها، يعني العمليه ايه تدريباته مش ما بقتش صعبه. العمليه اسهل، ممكن منجلب يظبط عليهم وخلصت القصه. هو جديد بقى الهاون ده، احنا ان شاء الله لا المرحله الجايه محتاجه شغل تاني، بحيث ان لازم المنطقه دي تتنظف نباشا، يعني كفايه المفرقعات والمتفجرات. صحيح. طيب محتاجين المرحله اللي جايه دي تتنظف ونفل الارض شبر شبر. صحيح. طب سياده اللواء، لو فكره حضرتك بتتكلم عن الكمائن، فكره يعني اكيد في المناطق الحساسه اللي زي كده ما ينفعش يبقى في كمائن ثابته او كمائن معروف يعني تواجدها بشكل مستمر، صحيح ولا لا؟ انت مش حاطط كمين، احنا بننطق عليه ده نقطه ارتكاز.